هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن القيامة بدأت من هناك. إعصار قمعي مهيب يرمي بثقله في ولاية دالاس الأمريكية، قطع خطوط الكهرباء وجلب دمار واسع عبر الولاية. إلى الآن لم يتضح حجم الخسائر بسبب هذا الإعصار القمعي المهيب، مما استدعى حكومة الولاية إلى دق ناقوس الخطر وتشغيل صافرات الإنذار تنبيها من خطورة هذا الإعصار القمعي الذي فجر خطوط الكهرباء ودمر بعض المباني كما سيظهر في هذا المقطع. قبل أن نختم أحبابنا الكرام، سنتابع معكم كل ما هو جديد، ولكن لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كانت إشارة الاشتراك باللون الأحمر فاعلم أخي المتابع أنك غير مشترك، فاشترك معنا لتكون على علم بكل ما هو جديد. وكل الحب لكم أينما كنتم من إخوانكم في فلسطين الحبيبة، والسلام عليكم ولكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.